استغلال الفرص بالحياة دائما هو هدف كل شخص ليقدر يوظف هي الفرصة بمسيرة حياته بكل تفاصيلها ومجرياتها، والأهم والأجمل هي الفرصة اللي بنلاقيكم فيها مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة العالم سوريا. حلقة جديدة من برنامج دامسكو بديت معكم اليوم، وساعة من الوقت رح نقضيها معكم بتفاصيلها الكثيرة وضيوفها المميزين. فاطمة، يعني فرص الحياة في حال هربت منا فرصة، يمكن نتعرض أو بيصير عنا حالة من الندم، انت شو رايك موضوع ممكن الفرص؟ ممكن يحس بالندم وممكن يوظف هذا الندم ليتخطى. ونحن فرصتنا اليوم معكم مشاهدينا نكون معكم بساعه بفقرات مميزه وضيوف مميزين، خلوكم بساعه دامسكو معنا لليوم، وخلونا نبدا بالعناوين. ببدايه حلقتنا رح نحكي عن تمزق الغضروف المفصلي وطرق علاجه، ورح نستمع لحكايات عن أول الإنجازات بتاريخ الحضارة السورية، ورح نتعرف على رياضية شابة تفوقت في مضمار الجري. اليوم مشاهدينا بداية حديثنا الطبي حتكون مع فقرة تاج العافية، وحديثنا اليوم حيكون عن تمزق الغضروف الهلالي. هو واحد من إصابات الركبة الأكثر شيوعاً، هذا الشيء بيسبب لألم وتورم وتيبس، يعني ممكن بشار يؤدي هذا الشيء لإعاقة بالركبة. أكيد، يعني اليوم فاطمة موضوع الركبة وموضوع المفاصل بشكل عام حديث الناس وحديث تقريبا أغلب الشرائح، بنشوف في عنا مشاكل عظمية بهذا الموضوع. رح نحكي اليوم مشاهدينا عن هي المشاكل، أو تحديدا إذا بدنا نخصص موضوع المفاصل اليوم مع الدكتور جهاد داغستاني استشاري جراحة المفاصل اللي صار معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بداية دكتور، إذا بتحدثنا أكثر عن المفصل الهلالي وأذيته. لا، لأننا نحكي عن تمزق غضروف الهلالي أنسي، وفي عنا بالمفصل الركبة في غضروفين، في غضروف هلالي أنسي وغضروف هلالي وحشي. طبعا الغضروف الهلالي له وظيفة أساسية، هو أنه بيمنع الاحتكاك بين سطح المفصلي بين العظم الفخذ وعظم الزنبوب. الغضروف الهلالي كمان بيأمننا ثباتية جيدة لمفصل الركبة بحركات، وبيعطيه مدى حركة أكبر، يعني بزيد مدى حركة. هو وظيفته الأساسية مثل الصدمات، يعني خف الاحتكاك، فهو بيأخر بتنكس المفصل الركبي. هلا أشع إصابات عندنا هي تمزقات الغضاريف الهلالي الأنسي أو الوحشي. طبعا حسب الأعمار، نحن في إصابات بتكون بأعمار صغيرة إذا كان في عندنا تشوهات بشكل الغضروف، إذا كان عندنا غضروف هلالي وحشي قرصاني فهذا بتكون أزيات وانعقال بأعمار صغيرة. في تمزقات بيصيبوا الرياضيين، أزيات التمزق الغضروف الهلالي الأنسي أو الوحشي الرضي. طبعا أشعن هو تمزق غضروف الهلالي الأنسي، لأنه هو الغضروف متلصق بالمحفظة، شكل الغضروف هو شكل هلال، المقطع العرضي تبعه مثل مثلث. الغضروف بيستمد في قسم منه بمروى وقسم منه غير مروى. فمشكلتنا إصابة الغضروف إذا كان في أزية في القسم الأكبر منه بالمنطقة الغير مروى. تدبيره باكر هو بيأخرنا بتنكس المفصل. فنحن طبعا في حالات كبيرة إذا عندنا تمزق غضروف عند الرياضيين بنقدر نخيط الغضروف إذا كان بالريد زون بالمنطقة المروة، فبيرجع المريض طبيعي 100%. في عندنا تمزق غضروف هلالي أنسي تنكسي، هذا بأعمار كبيرة بيكون، هذا على أرضية تنكسية بيكون في الغضروف فقد قابليته للتمطط، فقد مرونته بسبب العمر والجهد والأيام. فهذا علاجه كمان أغلبه علاج محافظ، نحن يعني بيختلف التدبير لعنا العلاج. تماما. دكتور اليوم يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع مؤشرات حدوث هذا التمزق، هل يعاني المريض اليوم في حال حدوث تمزق معين من مؤشرات بتدل على هذا الشيء، موضوع الألم، موضوع يعني التفاصيل بناخذها من عند حضرتك؟ هلا تمزق غضروف إذا كان تمزق غضروف الرضي بيكون في ألم، في انصباب، تحدد حركة. طبعا التمزق له درجات، في درجات قوية بيصير انعقال انه عدم قدره على الحركه، في الم اذا كان تمزق مع تمزق رباط مصاب امي بيكون في انسباب مدمى، يعني تمزق بالعاده تمزق غضروف الهامشي بيكون اخر حركه، اخر العطف او اخر بسط انعزاج، ازعاج بسموه،
يعني عدم راحه، دول بحركات معينه. هو التدبير الامثل نحن لازم نشخص مضبوط شو درجه التمزق، وكل ما بلشنا بالعلاج الباكر هو الاساس، يعني حتى ناخر، نحن هدفنا انه ناخر تنكس المفصل. تمام. تمزق الغضروف المهمل بجرح السطوح المفصليه، يعني مثل عندنا عائق ميكانيكي بيؤدي لتخرب السطوح المفصليه، هي الطبقه النبيله بالسطح المفصلي، فبيأهب يتنكس المفصل. تمام. اهم اسباب دكتور تمزق الغضروف الهلالي شو هي اهم الاسباب؟ هلا الاسباب الاساسيه هو الحركات العنيفه المفاجئه عند الرياضيين لاعبين كره القدم. هلا في بنلاقي او كثير او اسباب انه مريض مثلا قاعد فتره طويله بوضعيه قرفصه وقام فجاه الحركه السريعه هاي الغضروف ما قدر يتمطط بهذا، فبصير في تمزق فيه. طبعا تمزق غضروف التنكسي بيكون من حركات بسيطه، ازيات عطف مع دوران، مريض نازل من سياره عاليه او من درج فبيتمزق الغضروف. اشياء الاصابات هي الرضيه، هي عن اصابات عند كمان لاعبين كره القدم او المهن المهن بطبيعه عملهم، وضعيه قرفصه، جهد يعني عمال البناء او تمام طيب. اللي بيعتمدوا على يعني على المفصل الركبي. على المفصل الركبي صحيح. دكتور اليوم يعني زياره الطبيب والمعاينه كيف بتتم؟ شو اليه التشخيص اللي بتتم من خلال او بعد وصول المريض او المصاب للعياده؟ الفحص السريري اساسي طبعا، في عندنا في علامات، احنا علامات فحص سريري، في ماكموري، في فحوصات معينه بنسويها. اوقات بنضطر نطلب صور بسيطه لمفصل الركبه او الركبتين عشان نقارن بيناتهم بالوقوف. طبعا المشخص للحاله هو صوره المرنان، الرنين المغناطيسي. طبعا المرنان في ايجابيه كاذبه، يعني في 10% كثير حالات بتطلع معنا انه في بالمرنان طلع في تمزق غضروف، نعمل تنظير بيطلع ما في تمزق بالغضروف. تمام. طبعا الفحص السريري اساسي هو لهذا. هلا احنا المرنان اذا كان فحص سريري ايجابي والمرنان ايجابي نرجع لخيار هو الجراحه التنظيريه. ونحن الحمد لله بلدنا الجراحه التنظيريه احنا يعني في قفزات نوعيه بالموضوع هذا. هي عمليه لطيفه، ثقبين صغار، مفوت منظار، وفي ادوات ناعمه صغيره، فبنحل مشكله الغضروف. نحن نفحص مفصل الركبه بشكل عام، بنعمل واتشنج للمفصل، واذا في امكانيه نخيط الغضروف فبنخيط الغضروف. واذا في بنفحص الاربطه، نحن اوقات بيكون في عندنا ازيات مرافقه، بالعاده ازيه الغضروف ما بتكون وحيده، يعني بيكون في عندنا ازيه بالرباط الجانبي الانسي او الرباط النصائمي، فنحن بالتنظير فينا نحل المشكله هي. تمام. تمام دكتور، دائما الاشخاص الكبار بالعمر دائما من او اللي بيكون عندهم وزن زائد منلاقي عندهم معاناة بموضوع الركبة بالتحديد، عندهم هيك مشاكل بالركب، فهذا بيتبع كمان لأذية الغضروف الهلالي؟ احنا بأعمار كبيرة إذا كان مريض وزن عنده أوفرلود بالوزن ورياض ما في عنده قوة، بهمنا مفصل الركبة بيعتمد قوة عضلات الفخذ بصراحة، فإذا كان في مريض ما في رياضة لطيفة عضلات الفخذ تبعه ضعاف، وزن زايد، ونوع الحذاء بيلعب دور كبير. فهذا الجهد المتكرر على السطح المفصلي وعلى الغضروف، الغضروف مع العمر بيفقد ما عاد في يصير مرن، الخلايا الغضروفيه بتصير مو مرنه، فبتأهب هذه التمزقات بسموها مجهريه صغيره، هالتمزقات هي كل ما بتكبر يعني، فهذا بيأهب انه يتنكس المفصل، يعني احنا ومفصل الركبه هو المفصل الاساسي بحمل الوزن، وبيعطي مدى وبيعطي يعني مفصل الركبه له في حركات كبيره بمفصل الركبه وثباتيه، يعني كمان اذا فينا ازيه مفصل الركبه بنخاف لا سمح الله يسمع عن ازيه اسفل العمود الفقري، في ازيه بالورك لا سمح الله. طبعا احنا لازم نشخص مضبوط المريض، بنفحص في اوقات بيكون في الم بمفصل الركبه بس يكون في مشكله بالورك، مثل عندنا اذا اطفال صغار عندهم انزلاق بالمشاش، يعني اوقات بيكون في الم بمفصل الركبه ومشكله عندنا بالعمود الفقري، بيكون اذا في فتق نواة لبية أو تبارز قرصي بالفقرات الرابعة والخامسة تعطي ألم بمفصل الركبة. فهو الأساس هو بصراحة الفحص السريري والقصة السريرية. طبعا تمزق غضروف الحاد ما بيخبي حاله، يعني بيكون في انسباب، ألم، تحدد حركة، المريض ما في يقدر يمشي. بنصور صورة بسيطة، لازم ننفي أنه في كسور أو سقط من السطح المفصلي، أو نلجأ للمرنان. هلا أساس العلاج صراحة هو التدبير الباكر. فالموضوع احنا اذا اهملنا مشكلتنا انه اذا اهملنا التمزق لهذه الغضروف التمزق ما بده يزيد. وقت بيزيد التمزق بصير انعقال، انعقال كل ما له بيأذي السطح المفصلي. يعني احنا بحالات الباكره فينا نخيط الغضروف. بالمراحل المتاخره قوي بنضطر نستأصل قسم الغضروف.
فهذا الاستئصال بيعملنا ديفكت، ضياع مادي، بيخلي بيحب يتنكس المفصل. قبل الجراحه التنظيريه كان قبل يقيموا الغضروف كله، فلقوا انه بدراسات عالميه انه هذا بينكس المفصل. فاجت جراحة تنظيرية، نحن بنقيم بس القسم المتمزق من الغضروف، وبنحاول نعمل مثل سنفرة في شيفر وفيبر من سطح المفصل، سطح الغضروف من نعمه مثل برد يعني من برده. هلا في شغلات جديدة عم نسويها، هي بنعمل زرع غضروف، يعني بناخذ خلايا جذعيه بشكل الغضروف نفسه بنزرعه بانكرز. طبعا هدول مسوين احنا هذا عند الرياضيين. هون دكتور باي مرحله بالتحديد نحن نتجه لمثل ما قلت لهي زرع غضروف؟ اذا مثلا بلعب اولمبي رياضي بده مدى حركه اكبر، يعني هي عمليه مكلفه وعمليه نوعيه بنلجأ لهم. الجراحة التنظيرية هي عملية لطيفة بسيطة، تكلفة بسيطة، بس هي بتعتمد انه في اجهزة معينة لازم يكون عندنا موجودين. تماما دكتور، اليوم يعني اغلب الاشخاص عندهم تخوف من موضوع، وقت نحكي عن غضاريف، وقت نحكي عن مفصل ركبه في تردد ببعض الشيء، وقت نقول في عمل جراحي. اليوم في اجراءات تسبق العمل الجراحي ممكن ناخذها، ذكرنا اليوم يعني ممكن يصير في عندنا مضاعفات في حال اهمال موضوع الغضروف والى ما هنالك. قديش قادر المريض يستحمل او يتحمل موضوع الالم، موضوع الاصابه يلي ذكرناها في حال ما تم علاجها؟ هلا احنا اهم شيء لازم نشخص مضبوط شو درجه التمزق، واذا التمزق هامشي او التمزق محيطي، وفي انواع بالتمزقات. هلا بالتمزقات الحاده يفضل تدبير التنظير هو افضل للمريض. مثلا بس بالتمزقات، مثلا المريض مثلا مريض عمره 50 سنه وعنده تمزق تنكسي، العلاج المحافظ هو الافضل. نحن بالاعمار الكبيره ما بنلجأ للجراحه التنظيريه الا اذا لقينا في عندنا انعقال، يعني اذا كان تمزق واصل. التدبير بيختلف حسب العمر. هلا ذكرت انه من قبل اذا كان في عندنا تشوه بشكل الغضروف، مثل غضروف هلالي قرصاني يعني باعمار صغيره، هذا نحن بنصنع الغضروف. نحن اذا خلينا الغضروف هذا الوحشي شكله مشوه بيتنكس المفصل خصوصا عند الاعمار الصغيره. فنحن طبعا حلنا بيكون جذري، وحلنا بيرجع المريض طبيعي 100%. بالاعمار الكبيره العلاج التنظيري هو تلطيفي، فنحن ما بنلجا له الا اذا سكرت بوشنا كل الابواب. هلا السيستم الحياه الصحي طبعا ننبه المريض الحركات، طلع الدرج نزل الدرج، القعده العربيه، نوع الحذاء بصراحه بيلعب دور كبير. ونحن بالعاده بناكد على الموضوع انه ثباتيه مفصل الركبه بيعتمد على قوه عضلات الفخذ. فعلاج الفيزياء اساسي، السباحه، الرياضه اللطيفه. مفصل الركبه السطوح المفصليه بتتغذى مو بالدم بشكل مباشر، بتتغذى بالسائل الزليلي. والغضروف نفسه في قسم منه غير مروع. فالحركه اللطيفه بتعيد بناء الخلايا الغضروفيه. تمام. يعني هلا احنا عم نشتغل هون على موضوع ستيم سيلز والخلايا الجذعيه من المشيمه، بنزرعهم اذا في عندنا ضياع مادي بالغضروف او بالرباط. هلا عم نشتغل على الموضوع هذا بمشفى الاسد الجامعي. تمام. طبعا هو يعني نحن لازم نشخص مضبوط شو الحاله، كل حاله اطيه بالعلاج. اوقات اذا اعطينا مسكنات وعندنا تمزق غضروف بنأذي المفصل. طبعا في حالات مثلا مريض عنده تمزق غضروف تنكسي، فالعلاج تلطيفي هو او تخفيف الوزن نفسه، نوع الحذاء، كمادات بارده، مضادات التهاب غير استرويديه. في حالات خاصه اوقات بيكون في عندنا التهاب غشاء زليلي، يعني في مشكله رسوبيه عند المريض فلازم نعالج المشكله. في اوقات بيكون في عندنا النقرس الكاذب، ارتفاع حمض البول، بلورات حمض البول. يعني احنا لازم نشخص مزبوط شو السبب الاساسي وحتى نقدر نعالجه مزبوط. بس هون دكتور في كتير ناس يعني بتروح للاخطاء الشائعه، مثل ما قلت اول شيء تسكين الالم، واحيانا بيقولوا لك لا بندهن مثلا زيوت معينه، بنعمل مواد عشبيه معينه، كثير مواد عشبيه، يعني اخطاء شائعه كثير بيتبعوها الناس. شو النصائح؟ احنا طبعا احنا لازم في احنا بيهمنا كل العلاج تبعنا حتى ما يتنكس المفصل. ففي درجات لتنكس المفصل. هلا مثلا تنكس درجه اولى راحه والادويه الالتهاب، احتمال نستفيد على البي ار بي البلازما. مثلا الدرجه الرابعه بلازما ما بتفيدنا. تمام. في درجه ثانيه احتمال نحتاج ناخذ هيرونيك اسيد، ابر مزلقه للمفصل الركبه نعطي بتخف الاحتكاك. هي نفسها ابر الزيت، ابر الزيت اللي يقال عنها ابر الزيت. هي بالدرجه الثانيه. في حالات خاصه مثلا مريضه كبيره بالعمر عند تنكس درجه رابعه، الم شديد، ما مضاد اصطباب بنسوي له مفصل، او نضطر نحقن كورتيزون. نحن مسموح لنا بالسنه نحقن ثلاث مرات كورتيزون.
بس برجع بقول انه الحقن لازم يكون تحت الايكو ولازم يكون بغرف معقمه. تمام. لانه اي 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 اخطاء، لانه المفصل الركبي هو القلب تبع المفصل، يعني صحيح. اذا كان التعقيم غير جيد بنخاف صار اختلاط التهاب مفصل لا سمح الله، تنكسي فبسيئنا. فيفضل نعمل حقن بمشفى وتحت الايكو، ولازم نعرف انه في نسبة نجاح بالحقن هذا، فلازم المريض يعرف انه في نسبة مثلا قديش بده يستفيد المريض، وفي نسبة بلاسيبو يعني نسبة ما بيستفيد المريض. ما بيستفيد منه. بس برجع بقول مثلا مريضة مثلا عمرها عندها وزن زايد اوفرلود، او لازم ننزل الوزن. اوفرويت، تمام. مثلا نزلنا الوزن وبالرياضة اللطيفة ونوع الحذاء مع في ادوية معينة مضطر نعطيهم للمريض، طبعا سيستم حياة. طبعا مريض مثلا كمان عنده عمله مكتبي بيقعد فترات طويله، فهذا بننصحه انه يعني كل ساعه يتحرك. الحركه ضروريه للمفصل، لان المفصل بتغذى بالحركه طبعا، بس بتاذى بالجهد الزايد. يعني احنا هي مثل الحلقه لازم نوازن بيناتهم. صحيح، في توازن بهذا الموضوع. صحيح دكتور. اليوم يعني ما بعد العمل الجراحي وما بعد حاله الخروج من العمليه، اليوم شو بيترتب على المريض بهي الحاله؟ هلا احنا المريض تنظير مفصل الركبه بالعاده بيمشي بنفس اليوم، بنعطيه قويه مميعات فمويه لفتره صغيره. طبعا ضروري كثير نعمل علاج تاهيلي فيزيائي بالعاده بنبلشه بعد اسبوعين. يعني هو في طبعا في حالات قويه اذا اضطرينا نعمل زرع غضروف، فنحن بناخر حمل الوزن بين شهر ونص لثلاث شهور بصراحه. تمام. اذا في حالات خاصه، في اوقات اذا كان عندنا تصنيع رباط مثل صالب امامي، في جهاز من لبس المريض في بنعمل حركه تدريجيه للمفصل، يعني ناخذ وتر من جسم المريض نفسه ونزرعه بالتنظير ونثبته ببراغي ممتصه. يعني احنا في عندنا قفزات الحمد لله نوعيه بالموضوع هذا، فبنعيد بناء الغضروف الوتر نفسه بنزرعه بالمفصل الركبي تحت التنظير، يعني ما في عندنا شيء اسمه جراحي. شكرا كثير لك دكتور على كل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها، على امل السلامه لاصحاب الاذيات بالركبه. يعني شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. وهلا رح نروح ونشوف الجواب بالتقرير التالي: اذا قدر محرك البحث جوجل ياثر على حياتنا ويخفف من المجهود الفكري بكبسة انتر. خلونا نشوف الجواب بالتقرير التالي. البعض يطلق عليه الابتكار وآخرون يسموه التكنولوجيا. يمكنك أن تصفه بأنه رائع أو أنه ذلك الفيروس الرهيب الذي يتغلغل في كل مكان. مهما كان توصيفك لجوجل، فإن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه يستحوذ على حياتنا. لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك تأثيراً نافعاً كبيراً للعملاق تكنولوجي جوجل على حياتنا في السنوات العشرة الأخيرة، حتى أصبحنا لا نستغني عن واحدة من خدماته وتطبيقاته. في المقابل ظهرت تأثيرات سلبية عديدة يسببها جوجل في حياة الشخص العادي. هل الإنترنت يجعلنا أغبياء؟ سؤال مهم ربما لم يأخذه الكثيرون بالجدية اللازمة. أنت تطبع سؤالا صغيرا على لوحة المفاتيح ثم تضغط إنتر، وعلى الفور تظهر مجموعة من الإجابات والمقالات على الشاشة. ربما يمكننا وصف بحث جوجل بأنه البحث عن مدى غبائنا، فنحن حتى لا نحفظ أي معلومة. وتشير دراسات حديثة إلى أن 90% منا يعانون من فقدان الذاكرة الرقمية. وهنا نقول أن كلما توفرت المزيد من المعلومات عبر الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، فإننا نصبح أكثر اعتماداً عليها بشكل تدريجي في حياتنا اليومية، وبالطبع يأتي هذا على حساب قوة ذاكرتنا الطبيعية. يمكن جوجل مشاهدينا بيخفف كتير علينا من طرق البحث والمعلومات اللي ممكن يفيدنا فيها، ولكن رح نرجع اليوم للحضارة.
لما نقول سوريا مهد الحضارات فهي منا مقولة عادية أو كليشيه من أولى ومنمشي، إنما هاي الأرض هي ولادة للفكر والثقافة على مر العصور والتاريخ، قدمت للتاريخ وللمجتمع الإنساني بشكل عام مجموعة كبيرة من الفنون والثقافة والمعارف والفكر الولاد والخلاق. نعم بشار، يعني سوريا مهد الحضارات مثل ما ذكرت، واليوم مع ضيفنا الأستاذ عبد الرزاق الحمصي والباحث والدليل السياحي رح نحكي عن حكايات كانت الأولى من نوعها عبر تاريخ أرضنا السورية. لهيك حنقول لك أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرزاق اليوم معنا. يعني دائما وقت نذكر سوريا يعني أنا لصراحة مثل ما بيقولوا بيتامنا شعور غريب ومحب لهي البلد. صحيح. وخاصة وقت نرجع للتاريخ القديم، كنا أول من كتب على الأرض، ولكن اليوم رح نرجع للكتابات قبل هذا الاكتشاف. اليوم ما تخبرنا التفاصيل من عند حضرتك. هلا بيقولوا أول أبجدية، بس نحن حنرجع كتير قبل الأبجدية. حرجع 11,000 سنة، أول رموز كتابية انكتبت بالعالم بالكهوف أو على أحجار هي بسوريا. هلأ جايب نموذج أنا كان يستخدموا أشكال الطيور والنباتات كرموز كتابية. هذا عمره 11,000 سنة، انوجدت بعدة أراني، مو بس هو، يعني هي جبت نموذج بس موجودة بعدة أراني خاصة شمال سوريا وشمال شرق سوريا، انوجدت عدة أراني. بعدين بالألف الرابع والثالث قبل الميلاد بدأوا بنوع جديد من الكتابات هي المسمارية على ألواح طينية. تمام. السون استخدموا تقريبا 2000 رمز، 2000 رمز صعب على الناس تتعلمها. تمام. الفينيقيون شو سووا؟ الفينيقيون بدل الـ2000 اختاروا 30 رمز فقط. اختصروا. صار سهل. هذا 1400 قبل الميلاد. صار كل أبجديات العالم اشتقت من هاي الأبجدية، وصار سهل على البشر يسجلوا كل شيء ويتعلموا القراءة والكتابة. تمام. بعدين اختصروا كمان 8 بالأخير. هلأ شوفوا هون الفينيقي، الآرامي، العربي، اليوناني، اللاتين، كل الأبجديات اشتقت من أبجدية أوغاريتا اللي هي 1400 ميلاد والفينيقي اللي قدمها. بس بدي نوه لقصة كمان كتير مهمة، اللغة العربية ما اجت ابدا من الجنوب، حتى ما يسمى الهجرات من الجنوب هي كذبه كبيره، انبنى عليها دراسات 150 سنه هي كذبه كبيره. اللغه العربيه طلعت من مدينه اسمها ابلا، وجدنا 1200 كلمه وجمله وتصريف فعل مستخدمين بالعربي كانوا يستخدموا بابلا. هلا هون شايف بس 7 كلمات، ذكر تذكر، زيتون زيتون، بوكار ولد بكر، أرزتوم أرز، إحقار محترم، ماليكو ملك، إيدو إيد. وهي كمان كانت تستخدم بالفينيقي وبالأرامي وبالسرياني، وحاليا مستخدم بالعربي. أصل اللغة العربية من سوريا بالألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 5000 سنة، من مدينة اسمها إبلا. هاي باختصار قصة الحرف يلي خلق بسوريا. أنا ما بقول مهد الحضارة، الحضارة خلقت بسوريا. طب إذا بدنا نحكي عن أولى المدن اللي خلقت بالتاريخ، كمان قصة تانية وقصة حلوة. أول تجمعات بشرية منظمة وجدت بسوريا بالألف السابع قبل الميلاد. تجمعات بشرية منظمة بمدينة اسمها بقرص جنوب دير الزور. بقرص. بقرص نوجد فيها بيوت، والبيوت حتى منظمة مشكلة من عدة غرف ومطبخ وخزان للقمح. ألف السابع قبل الميلاد. بس المدن المهمة اللي نوجدت بالخط الحضاري الأول يلي هو حلب، إبلة، حما، مشرفة شرقي حمص، ودمشق. هدول الخمس مدن بالألف الثالث قبل الميلاد، يعني عمرهم 5000 سنة، كانت مدن كاملة محاطة بأسوار، في قصر للحاكم، في بوابات، فيها نظام سياسي، فيها برلمان، خاصة إبلة. يعني إذا بدنا نقول أستاذ هي مدن كاملة متكاملة. كاملة متكاملة. نظام الحياة. نظام الحياة. خاصة أهم وحدة هي إبلة. هاي نموذج يعني صورة تخيلية لإبلة. كانت محاطة بأسوار، شوارع،
أنظمة مياه دخول وخروج، حتى في أنظمة ري محيط إبلة. هي إن المدن كلياتها، هلا في ثلاث مدن من اللي ذكرتهم هن ما زالوا على قيد الحياة، حلب وحما ودمشق. ودمشق هدول أقدم ثلاث مدن بالعالم ما زالت مأهولة. تمام. إبلة غير مأهولة حاليا، بس إبلة إعجاز، هي خاصة أرشيف إبلة 17,000 رقية مغيرت كل معلوماتنا عن التاريخ. وإبلة مشان ركز وعيد، إبلة حضارة سورية بحتة، ما لها شيء تاني. في زعبرات لو كلمة مو مناسبة عم يحكوا بيوصفوها بس للأسف 17,000 رقية مصلح كل الأخطاء اللي كانت لابسة تاريخ الشرق المتوسط، تاريخ سوريا. يعني أول برلمان طلع من إبلة؟ أول برلمان بإبلة. تمام. في برلمان بإبلة، حتى نحن الحياة السياسية بسوريا متأصلة، هي عم أقول 5000 سنة أول برلمان. وكان نظام سياسي صحيح. بس كمان في برلمان تاني نوجد بتدمر، وبناؤه موجود 57 قبل الميلاد، وموجود بالحجر أساس مكتوب عليه بالآرامي. حالكم يا بالآرامي شو مكتوب بالبرلمان تبع جبلنا تدمرنا كلهم، تعني ممثلين كل أهل تدمر. حياة ديمقراطية عندنا متأصلة. أمريكا ما عمرها 200 سنة وشوي. حلو أستاذ يعني. اليوم إذا بدنا نحكي، يعني حكينا عن نماذج البناء العمراني الموجودة بالمدن حلب وإبلة ودمشق، ولكن ببعض الأوقات في نظام، يعني إذا بنرجع شوي للشام القديمة بنشوف بعض البيوت هي مغلقة كاملة، ولكن بعض الآخر أو القائم حاليا هي ذات فسحة سماوية. اليوم إذا بنرجع شوي للتاريخ وبنذكر هذا الموضوع، إمتى بدأ بيوت أو بناء البيوت ذات الفسحة السماوية؟ عم نحكي عن إبلة. إبلة نوجد فيها بيوت فيها فسحة سماوية محاطة بالغرف. وهذا النظام عمره 5000 سنة. هلا هذا الماكيت بمدينة ماري بشرق سوريا. ماكيت كانوا قبل ما يعمروا بيت يساووا ماكيت له، يعني هذا الماكيت موجود بالمتحف عمره 5000 سنة. يعني كان مهندسين أو بنائين يعني يساووا ماكيت، يعني الهندسة كان موجود 5000 سنة عمره. وجدنا اثنين مثله هذا لحد الآن. هلا هون في فسحة سماوية محاطة بغرف، نفس النمط اللي بنشوفه بعدة مدن سورية، بحلب وبدمشق وبحمص وبعدة مدن سورية موجود. هلا الحديقة بالحضارات الثانية بتكون خارج البيت. تمام. نحن لخصوصية داخل البيت، حديقتنا داخل البيت، وهذا النمط ما اجى من مثل ما بنسبوا لغيرنا، هذا من 5000 سنة، هي أقدم وثيقة عن بيوت. تمام. والنظام مدروس كتير، حتى الحجر الأبيض والأسود هذا الأبلق. هذا فن معماري دمشقي، ما له فن تاني بينسبوه للأتراك مثلا. لا، نحن أخذنا هذا الفن لإسبانيا. صحيح. من 1300 سنة، يعني حتى في سياح زاروا إسبانيا بيقولوا لي إنه إحنا شفناه هذا الفن المعماري الدمشقي، اسمه الأبلق، يعني أبيض وأسود. وفي كتير تفاصيل بنحكي فيها لاحقا على البيت الدمشقي، في تفاصيل كلياتها هي تراكم حضاري بتطور الحضاري، يعني البيت الدمشقي مدروس كل شيء فيه مدروس. تمام. بس في فنون معماريه كثيره يعني متواجده نحن بنشوفها، فيك تذكر لنا بعضها؟ فنون معماريه عن شو؟ يعني مثلا مثل الفن، مثلا هلا نحن بنروح لمناطق بنلاقي فيها مثل حالة خاصة، إذا بدنا نقول بها بمناطق معينة، أو مثل يعني ذكرنا هلا إذا بننزل على الشام القديمة بنشوف فن معماري خاص بدمشق، أو فن معماري خاص بحلب، أو فن معماري خاص بإبلة، ولكن بنجتمع على أشياء أساسية، مثلا البيت أو ذات الفسحة السماوية أو الفسحة والإيوان. طبعا. هذا كلياته موجود بعدة بيوت دمشقية. وهلا في فن معماري، يعني في طالما توسعته شوي، استخدام الكلس بالبيوت. وقت يكون في حدا مريض طفل، كان الكبار يقولوا كلسوا الحيطان. الكلس شو وظيفته؟ ما كان هيك وظيفه. الكلس بيمتص غاز الكربون، شره للكربون، وبيمتص غازات سامه كثير. وقت كان يكلسوا الحيطان، هلا كانوا يدفوا بمنقل، المنقل بيصدر اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. صحيح. اول اكسيد الكربون سام، خلال ساعه بيموت الانسان. صح. اول اكسيد الكربون بيتحد بخضاب الدم، ما كان يموت لانه الكربون اللي موجود على الجدران، مطلية الجدران بالكلس، هذا كان يمتص الكربون ويمتص الغازات السامة. قديش في عادات وتقاليد؟ حتى باب صقاق الإيد، الإيد بيقولوا لها يعني يد فاطمة. صحيح. يعني هي بترحب، هي يد فاطمة عليها السلام، هي يد كريمة بترحب باسمها. حتى بالحضارات الثانية وقت يشوفوا هي بيقولوا فاطمة هاند.
يعني ليش اليوم التفاصيل وقت نذكرها وأوقات تكون تفاصيل بسيطة إنما مدلولة والمعنى تبعها كتير كبير ومميز. نحن تفضلي. لا ولا يهمك أستاذ، إذا بتذكرنا أول مدرسة بنيت كمان وكانت متواجدة كمان بإبلة بإبلة بالأرشيف ورد نصوص تعليمية خاصة في تمارين أطفال كاتبينها على رقيمات طينية طالبينها ومصلحة من قبل المدرس. كان في مدرسة أول مدرسة بالعالم هي من 5000 سنة بإبلة، حتى بإبلة في مدرسة لغات أجنبية. إبلة كانت هي مدينة تجارية صناعية على تواصل مع حضارات، صاروا يعلموا الطلاب أو الأهل المدينة اللغة الأكادية. الأكادية بداك الوقت مثل الإنجليزية لغة الأعمال ولغة السياسة. كان في مدرسة لغات أجنبية، اكتشفوا بإبلة كمان قواميس ترجمة بين الإبلائية والأكادية. هي اللغة الأكادية. يعني اليوم أستاذ عبد الرزاق بتخيل، يعني هو محزن الحديث، ولكن اليوم يكون في سائح قادم من أوروبا ويذكر أنه أنا مني بإسبانيا أو مني أنا بالشام، ونروح لحالة التهكم على هذه الحالة. مؤسف هذا الوضع أنه نحن اليوم هذه الحضارة صدرناها للغرب، واليوم هذا التشابه وبصمتنا التاريخية عبر التاريخ بدول الغرب اليوم بتروح لحالة تبسيط هذا الإنجاز أو تبسيط هذا التاريخ وتهميشه. هلأ نحن عرض تاريخنا بسوريا للأسف في أخطاء كتير، في أخطاء كتير، وحتى أنا 30 سنة دليل سياحي بشوف بعض علماء الآثار الأجانب بيعرفوا عن تاريخ سوريا ومعترفين أنه سوريا خلقت فيها الحضارة ونحن مو معترفين. يعني أنا بتمنى أنه نرجع إعادة كتاب تاريخ سوريا بناء على الوثائق السورية، أرشيف إبلة وماري وأوغريت والوثائق السريانية والآرامية. تاريخنا يعني للأسف، هلا أنا شوفه بؤمن بكل الأديان، بعترف كل الأديان الإبراهيمية، الدين اليهودي والمسيحي والإسلامي، هدول ثقافتنا وقيمنا الروحية، بس تاريخنا ما له أتراك وتورات. للأسف نحن بنستعرض تاريخنا على الأساس، ما بنستخدم الوثائق السورية للأسف. هلا أنا جبت لك بعض الوثائق وفي كتير لسه وثائق. ممكن نحكي على شيء تاني كمان، إنه ليس خلقت الحضارة بسوريا. صحيح صحيح، ان شاء الله يعني راح نخصص ونستمر بهذا الحديث. في شيء يمكن نحن اول برلمان، اول مدرسه، اول ملعب رياضي. هلا هي لجمهور الرياضي، الجمهور الرياضي يعني. خلينا اول ملعب رياضي 3600 سنه، اقدم من ملعب اليوناني ب 800 سنه. اليونان اعترفوا انه الالعاب الرياضيه انطلقت من سوريا الفينيقي، الالعاب الفينيقيه الرياضيه المنظمه، وكيف في وثائق بأوغريت. ملعب عمريت جنوب طرطوس بدقائق بنصر له، ما حدا بيروح له، حتى السوري ما حدا بيروح له، لا بيعرفه. والشالة الأولمبية بتدور العالم ما بتوقف بأقدم ملعب بالعالم. هذا الملعب طوله 230 متر، عرضه 30 متر، بيسع 11,000 متفرج. عم أحكي من 4,000 سنة، 11,000 متفرج. عمريت كانت بذاك الوقت عدد سكانها 4,000، عندهم ملعب ل 11,000، يعني ألعاب دولية. وهلأ بالألعاب الرياضية منظمة وردت بأرشيف أوغريت بالألف الثاني قبل الميلاد. تماما. يعني للأسف نحن منقصرين كتير. بعدين هلأ الحرب اللي علينا هي حرب على ثقافتنا وتاريخنا. صحيح. بس نحن ما نشارك كمان. صحيح. ما نشارك فيها. بعدين الإنسان اللي بيعرف تاريخه الحقيقي خاصة تاريخ سوريا هو مشرف. نقدمه بوجبة لذيذة وتاريخ مشرف بيزيد انتماء الإنسان خاصة الشباب. تمام. بيزيد انتماءه. صح. بس نقدمه بطريقة حلوة وبسيطة. ونحن متاحفنا غنية ومواقعنا 10,000 موقع فيه بسوريا. تمام. قد ما تدمر سوريا لساتها حلوة. صح. وقد ما قدروا المسلحين حاولوا يبشعوا سوريا، تدمر حلوة وحلب حلوة وقلعة حلب حلوة وقلعة الحصن حلوة، والناس انتو حلوين. الله يخليك يا رب. تسلم يا رب. استاذنا، يعني بظل التطور التكنولوجي المتواجد نحن بايامنا، كيف فينا نصدر ونستغل هاي المواقع وهذا التطور التكنولوجي لحتى نحن نعرف بحضارتنا؟ طبعا حضارتنا هي معروفه، بس لحتى العالم اكثر تضل نضوي عليها. نضوي عليها. هلا انا مدرس وعم حس الشباب الطلاب اللي كانوا عندي وهلا صاروا نشطاء، وفي منهم سافروا لبرا عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه رائعه وعم يقدموا حضاره سوريا بشكل جيد. بس للاسف حتى بالاعلام الوطني بيطلعوا ناس بيسيئوا للتاريخ. انا كثير عم احكي في هذا الموضوع صار لي 20 سنه
بس انا بقول يلي عم يسيء للتاريخ حاجة اي قال لازم يتعاقب، لازم يتعاقب عن قصد او عن غير قصد، لازم يتعاقب. نحن تاريخنا مشرف والحضارة خلقت بسوريا. أنا كلمة مهد الحضارة ما بقولها، لأنه الدليل الهندي بيقولها والمصري بيقولها، عبارة نمطية. أنا بقول لهم الحضارة خلقت في سوريا. 10,000 موقع، 10 مواقع بسوريا هن محطات مهمة على طريق الحرير. تمام، كل الشكر لك استاذ، شرفنا لك واعطيتنا هيك يعني لمحه وعملنا هيك جوله سريعه على تاريخ سوريا، على التفاصيل يلي للاسف يعني هموم الحياه ومشاكلها والهجوم يلي حاول يمحي هذا التاريخ. بعدنا شوي ولكن اليوم بحاجه لانه نرجع نعيد البوصله لمكانها الصحيح. كل الشكر لك، نورتنا اليوم. شكرا لكم والبركه بجيلكم والله يديم المحبه. شكرا كثير لك استاذ. كيف معكم مشاهدينا حديثنا، أما هلأ فرح ننزل مع كاميرا العالم سوريا لشوارع العاصمة دمشق لما كان سألنا في الناس بهذا الوضع الاقتصادي شو أكتر شيء عم تدفعوا عليه مصاري. خلينا نتابع كل الإجابات وسطلع الرأي التالي. أكتر شيء بتنبسطي إذا دفعتي عليه مصاري؟ الألبسة. إذا دفعت عليه مصاري أواعي الصغار طبعاً، أواعي الأولاد. كتير. أنت لإلك إلي؟ بنزين. إيه إذا اشترينا على البنزين هلا. التياب. بس التياب. إيه بس. هلا الأكل ممكن إيه. لبس. أنا الموبايلات. أندومي. كتير شغلات يعني. كل شيء. أكتر شيء راحة البال. شكرا. دفعت عليه مصاري جيب لأولادي تياب بس. أكتر شيء هي الملابس، أنا بحب الأناقة بحب الملابس. عمل الخير بينبسط الواحد، إذا لقى واحد بحاجة أو كذا بيعطيه، هي أكتر شغلة. راضي لي تياب مثلا هيك يعني، لبس، أكل، إكسسوار، أي شيء يعني. أنا بحب أصرف على كل شيء عادي. كيف معكم مشاهدينا حديثنا، أما هلأ فرح نروح لشابة سورية تميزت بعمر 17 سنة بقفزات ومسافات كبيرة من النجاح والتميز، وبمقابلة أيضا مسافات على مضمار ومدى المتوسط والطويل. فاطمة يعني اليوم حالة رياضية مميزة رح نحكي عنها. حالة رياضية مميزة وبعمر صغير بشار، يعني حنتعرف على تجربة اللاعبة نايا ريا يلي حنسمع تجربتها من لسانها. هي التجربة اللي تكللت مثل ما قلت بشار بالميداليات وبالمراتب الأولى. أهلا وسهلا فيكي نايا. أهلا وسهلا فيكي نايا معنا اليوم. بالبداية إذا بدي روح هيك ونحكي، بأي عمر بلش عندك الاهتمام موضوع الرياضة؟ الموهبة يلي موجودة عند حضرتك تخبرينا عنها أكثر، مين اكتشفها وهي التفاصيل من عندك؟ مرحبا، أنا اسمي نايا غالب ريا، عندي 17 سنة، بدرس الصف 11 مدرسة الإقاء العربي الخاصة. بديت بعمر 11 سنة، كنت صف سادس لا خامس، وأهلي ومدربتي اللي اكتشفوا موهبتي شجعوني، أهلي ومدربتي وإدارة مدرستي الأستاذ فادي جمال هو بالإدارة. شاركت أول شيء ببطولات المدارس لأنه ما كان لسه في لعمري بطولات جمهورية، وهي تميزت فيها وحصلت على مراكز متقدمة. وبعدين بعد شي سنة بلشت شارك بفعاليات وبطولات، شاركت بفعالية ب 2018 بمهرجان اسمه سوريتي هويتي، حصلت على المركز الأول على المحافظة والثالث جمهورية، وبطولة ضاحية الاختراقة اختراق الضاحية بعام 2021 بمحافظة حلب نبل والزهراء، حصلت على المركز الأول بالمحافظة ورابع جمهورية، وكمان معي بطولات جمهورية أربعة، ثلاث بطولات بسباق ال 100 متر حصلت على المركز الثاني، وبطولة بسباق ال 800 متر حلو حصلت على المركز
سوا. رح نحكي هاي التفاصيل هلا بتفاصيلها وكيف كانت المشاركات وكيف كانت مشاركتك ايضا بكل بطوله. اليوم يعني موضوع التشجيع بتخيل فاطمه كثير مهم. صح كثير مهم بشار موضوع التشجيع، انه مين اكثر حدا يعني نايا انت شجعك، اهلك، رفقاتك، انت كيف حسيتي انك بتحبي الجري؟ اهلي اول حدا شجعني، ومدربتي كمان الكوتش رحاب يزك له فضل كبير كثير، وكمان رفقاتي كمان، بس كمان اداره مدرستي كان له فضل، دعمتني معنويا وماديا الاستاذ فادي جمال، كان ما قصر ابدا معي وكثير بشكرهم انا. تماما. نايا اليوم موضوع المشاركات يعني شوي هيك اتطرقنا له بداية الحديث، ولكن بدي روح شوي لنفصل فيه أكثر. تخبرينا كل مشاركة بأي عمر كانت، شو المدى يلي شاركتي فيه أو المستوى، شو الميداليات يلي حصلت عليها بكل بطولة وبكل مسابقة؟ بطولات الجمهورية، أول شيء أول مرة شاركت كانت بال 2018، هي أول بطولة جمهورية إلي، لعبت بسباق الميت متر جبت وقتها فضية، وبعدها بال 2019 كمان لعبت مرتين للميت متر كمان جبت فضيتين، ولعبت بنفس السنة بطولة كمان هي لعبت 800 متر جبت ذهبية مركز أول. يعطيك ألف عافية. يعني نايا في تكنيكات خاصة برياضة الجري، تحكي لنا عنها، شو أكثر تكنيك أنت بتبرعي فيه؟ هو أنا هلأ حالياً عم بتدرب على المسافات أكثر شيء على المتوسطة والطويلة، لأنه هدولي بدأ شغل بدأ تعب، مثلاً يعني بدأ استمرارية كثير وبدأ تحمل وبدأ قدر وقوة كمان كثير لعندي. موضوع التمرين يعني هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء أنه عندك بعد شوي تمرين، تمام؟ فقديش الساعات يلي بتخصصيهم لوقت التمرين؟ شو هي التمارين أو هي تمرين يومي بتتبعيه أو لا هو متقطع؟ لا يومياً، وفي يوم استراحة بس نحنا فينا نستريح فيه وفينا لا، تمرين بيكون من ساعة ونص لساعتين هي الأساسي دائماً، ونحنا فينا منزيد إذا بدنا تمرين صباحي أو مسائي بعدها. نايا بصراحة حكيني هلأ بتأثر هوايتك على مستواك وتحصيلك العلمي أو لا أنت بتحاولي توازني بيناتهم؟ لا أنا موازني تماماً بيناتهم، يعني موعد تمريني ما كثير بيأثر على دراستي، يعني عادي موازنة. يعني شطورة بالمدرسة كمان؟ تماماً. يمكن الأهم اليوم أنه نقدر نوازن بين موهبتنا وشغفنا بالحياة وبين أنه نحصل ويكون عنا تحصيل دراسي ويمكن ندمجهم ونختص باختصاص بيتعلق بشغفنا. نايا بدي روح شوي لموضوع احتياجات، يعني اليوم صبية بعمرك بمقتبل العمر وقادمة على مراحل قادمة، لشو بتحتاج اليوم لتقدر تحترف الجري ويكون عندها احتراف كامل بهي الرياضة؟ هلا انا اول ما بديت كنت بنادي جبله، وهلا انتقلت على نادي المحافظه. هلا نحن اكثر شيء بهمنا الدعم المعنوي، لانه الحمد لله نادي المحافظه ما مقصر معنا، عم يعطينا كل شيء بيلزمنا دائما، وعم يكون معنا والاداره دائما متواصله معنا، فالدعم المعنوي هو اهم شيء، لانه هيك الواحد وقت بيحكينا حكي بيقوينا هيك بنستفاد اكثر. يعني هو اهم شيء بالرياضه الواحد بيلعب بالروح الرياضيه، بده حكي معنوي اكثر من اي شيء ثاني. نايا هوايتك حتضل هواية ولا حابة تروحي فيها بالمستقبل لمطارح تانية؟ أول ما بديت كانت موهبة، بس هلأ خططت أنه للمستقبل أنه رح فوت كلية رياضة إن شاء الله، ورح أستمر فيها هيك دائما، لأنه صارت جزء من وقتي، يعني ما بخاف أني أتركها مستحيل. تمام. نايا يعني موضوع الحديث عن الجري وهي الرياضة في له إذا بدنا نقول مراحل متقدمة، وهي المشاركات الدولية اليوم ك يعني إذا بدنا نقول موهوب بهي الرياضة أو لاعب رياضي اليوم بأي مرحلة لازم يشارك؟ حسب. هلا احيانا بيجي بطولات لاعمار صغيره واحيانا لاعمار كبيره، بس كمان انقطعت فتره البطولات بسبب الوضع المرض الكورونا وهيك، فخلت مشاركات لهيك، بس ما انه في بطولات دائما مستمر البطولات، وما في عمر محدد الواحد يوقف من الرياضه عادي، يعني في احيانا في اشبال وشبلات وناشئين وناشئات وشباب وشابات ورجال وسيدات، يعني في لا حد، يعني ما في حد واحد بوقف عنده الرياضة. تماما.
أنايا شو بتحبي تخبري كل هيك الصبايا اللي بعمرك لحتى يعملوا الشيء اللي بيحبوه وما يأثر هذا الشيء على دراستهم؟ الواحد بفوت حسب رغباته وهواية أو شيء، يعني حلو الرياضة والله هيك وقت حلو بيفرغ الطاقة السلبية كثير، وإذا حب الواحد يمكن يبدأ فيها بيوصل لمرحلات متقدمة كثير منيحة. تمام، يعني بالختام هيك بدنا كلمة منك نايا، وشو حابة تحكي لأصدقائك للناس اللي دعموكي وما زالوا عم يدعموكي لهلا، وإن شاء الله هيك نشوفك أيضا يعني بمراحل متقدمة ومشاركات مهمة. بشكر أهلي أكيد أول شيء، ومدربتي رحاب يزدك لأنه هي إلا الفضل بوصولي لهذا الشيء المنيح، وبتمنى إن شاء الله أنه ما نخيب ظنها، وبشكر كثير إدارة مدرستي الأستاذ فادي جمال والأستاذ سليمان حسن لأنه دائما واقفين معي وبيدعموني بكل شيء الحمد لله. شكرا كثير، شكرا كثير لك نايا، شكرا. وإن شاء الله هيك يعني دائما حالك وحال أيضا الشباب السوري بشكل عام، نشوفكم بمكان مميز، بمكان تقدروا تصنعوا بصمة فيه بجهدكم وتعبكم وإصراركم على هاي الحياة. كل الشكر لك وتحياتنا. كفي معكم مشاهدينا حديثنا، وهلأ رح نروح لمعارض سوريا التخصصية. هي السلسلة من المعارض اللي تعد الأهم من نوعها واللي تقام بسوريا أيضا بهي الفترة. لنتعرف أكثر عن هي المعارض خلينا نروح للتقرير القادم، نتابع سوا. في الوقت الذي أصبحت به السوق السورية إحدى الأسواق الواعدة في المنطقة بمجالات البناء والصناعة والطاقة، انطلقت سلسلة معارض سوريا التخصصية بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة محلية ودولية. الملاحظ بهذا المعرض أنه هناك دائماً في تقدم ودائماً في الصناعات، والأهم أنه هو إنتاج محلي، يعني توجه المستثمرين والشركات نحو الإنتاج المحلي وتحسين الإنتاج المحلي هو الأهم اللي لاحظنا نحن بهذا المعرض. بالنسبة لموضوع البناء، شفنا نحن شركات مقاولات وشفنا شركات لإنتاج مواد البناء، الحقيقة وهو فرصة هذا المعرض للتواصل المباشر بين المنتج والشركات والمقاولين المنفذين. بيختصر بذلك المعرض زمن على المنفذ وبيختصر على المنتج. مجموعة المعارض التخصصية تشمل المعرض السوري الدولي للبناء تكنوبيلد بتخصصات البناء والتشييد والبنية التحتية، والمعرض الصناعي السوري سينيكس للآلات والمعدات الصناعية والتعبئة والتغليف والبلاستيك، إضافة إلى معرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية سيريا إنيرجي المتضمن أهم الشركات العاملة في مجال الطاقات المتجددة والحلول الذكية. من خلال طلعنا على أجنحة المعارض الثلاثة اللي موجودة هون شفنا بعض التجهيزات اللي انتقلت، يعني حتى مع وجود حصار، مع وجود حصار خانق على سوريا، انتقلت من الصناعات العادية إلى صناعة تجهيزات الإنتاج. الملفت هو رغم الحصار هي في صناعات بدأت عجلة الإنتاج تعود إلى سوريا. بالنسبة للطاقات المتجددة طبعا نحن كان في عنا قبل بيومين ثلاثة مؤتمر، والمؤتمر عرضنا فيه كل الفرص الاستثمارية اللي موجودة. الشركات الإيرانية كانت حاضرة في المعارض التخصصية الثلاثة من خلال عدة اختصاصات تدخل في مجال البناء والتشييد والكهرباء والطاقة، إضافة إلى صيانة العنفات، مشاركة سيكون لها دور إيجابي في تقديم الاستشارات وتلبية احتياجات السوق السورية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار. لدينا 4 أجنحة لشركتنا في هذا المعرض، ونقوم بتصدير منتجاتنا من مدينة كرمان إلى سوريا. نحن نختص بالمنتجات الإلكترونية والبتروكيميائية، ويوجد تبادلات صناعية بين إيران وسوريا. تعتبر شركتنا أضخم شركة في الشرق الأوسط بالاستشارات المتعلقة بتصفية وتنقية المياه، إضافة إلى تنفيذ المشاريع. نفذنا أكثر من 2000 مشروع بما يخص تصفية المياه،
هذا المعرض كبير، وبالنسبة إلي أجد أنه مهم، وأتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك تعاون كبير بين سوريا وإيران، إما بطريقة الاستشارات أو أن يشارك الجانب السوري بتنفيذ المشاريع داخل إيران أو بالعكس. أتوقع أن تنفيذ المشاريع بين إيران وسوريا سيكون بشكل أسهل بسبب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. نحن مختصين بصيانة قطع وتوليد الكهرباء، حبينا نشارك بالمعرض بما أنه صارت الأوضاع أفضل وأكثر بأكثر، وفي حركة اقتصادية عم تقوى، بتعرفوا أنتوا سر العلاقة الموجود بين إيران وسوريا، نحاول نسوي كينون اقتصادي دائم إن شاء الله بين البلدين. المشاركة الإيرانية في معظم المعارض التي تقام في سوريا تأتي تتويجاً للاتفاقيات الحكومية الموقعة بين البلدين، وبهدف الاطلاع على آخر ما وصلت إليه السوق السورية والتعرف على حاجة هذه السوق، وخاصة أن الصناعة السورية انتقلت من مرحلة استخدام الآلة المستوردة إلى تصنيع الآلة، وهو ما يعتبر نقطة فارقة في مسيرتها. العلاقة مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية علاقة أخوة وتعاون مطلق، ما قبل الحرب وخلال الحرب وما بعد الحرب، يعني نحن بدأنا بالدخول في مرحلة ما بعد الأعمار، شركائنا من الشركات الإيرانية هم أحد الشركاء الأساسيين والداعمين لانطلاق العملية في عادة الأعمار، بالتعاون مع كل الوزارات في كل القطاعات، إن كان القطاع الصناعي أو قطاع الكهرباء أو قطاع التشييد والبناء، الشركات الإيرانية لها حضور واسع، وهذا ما رأيناه من خلال المعرض. اللافت في معارض سوريا التخصصية لهذا العام هو حضور منتجات الطاقة البديلة وبكثافة، وتواجد تجهيزات البناء وتقنيات حديثة مثل التدفئة بالكربون، وهو ما يظهر التطور الذي وصلت إليه الصناعات السورية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المستثمر السوري من خلال توجهه للمنتج المحلي. هي أهم تجمع لفعاليات البناء والصناعة والطاقة في سوريا لكونها لا تقتصر على الشركات المحلية فقط، فمعارض سوريا التخصصية يرى القائمون عليها أنها ستشكل بوابة لتبادل الخبرات الصناعية بين الشركات السورية والأجنبية، وهو ما سينعكس إيجاباً على المرحلة المقبلة المتمثلة بإعادة الإعمار. علي حسن، العالم، سوريا، مدينة المعارض. وبهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية ساعة دامسكو، يعني فقرات كتيرة مرينا عليها ورجعنا فيها بالتاريخ لورا، إن شاء الله تكون خفيفة عقلوبكم، تضلوا بألف خير. وأكيد فاطمة يعني ما ينسونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا إنستغرام، فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة إلى الويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا. لقاءنا بيجدد معكم بكرة إن شاء الله مع ضيوف ومواضيع جديدة، من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير.